الاخوان السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نتطرق لواحد الموضوع اللي هو مهم جدا، يعني اللي هو فقدان قوه وجهد المحرك، لا بيرت بويسونس. العديد من الاخوان كيتشكاو من هذا المشكل هذا، لان الموتور ديالهم تيفشل. غادي نشوفوا الاسباب اللي كتخلي الموتور يوصل لهاد الحاله هذه ديال الفشل، وغادي نتكلموا على كل جزء من الاجزاء ديال المحرك اللي كيسبب هاد المشكل هذا. غادي نبداو بالشرح بعدا ديال شنو هو هاد لا بيرت بويسونس ولا فقدان قوه المحرك والجهد ديالو. يعني كاين عندنا جوج حوايج، يا اما الموتور دائما فشل في الطلعه كتاكسيليري والو فشل، ما يعني كتاكسيليري داك الجهد ديالو، ديك القوه ديالو كتكون ضعيفه وناقصه، ولا في هاد المطر دابا جداد، يعني لاش دي تي دي اي دي سي، هاد لي موديل كاع جداد، اش ولا كيوقع للناس كيكون غادي في الطريق شي شويه تيدوز الفيتيس مثلا من 3 من 4 تياكسيليري، يطلع شويه يعمر الموتور. اون فوا الموتور تيوصل 3000 دوره في الدقيقه، 3 ملتور بار مينوت، تيفشل تما. الكالكولاتور هي اللي كتعطي واحد الامر للموتور باش الريجيم ديالو ما يطلعش، لان الكالكولاتور كتعرف بان كاين شي مشكل في الموتور. حنا غادي نحاولوا نتطرقوا لجميع الاجزاء اللي كتخلي هذا المشكل ونهضروا عليها ونحاولوا نبسطوا شويه للناس باش يفهموا شي حوايج وكيفاش الطرق اللي نقدروا نيفيتي وما نطيحوش في هذا المشكل. اول حاجه اللي كتخلي هاد لا بيرت بويسونس، كاين عندنا الفلتر ديال الريح، مصفات الهواء، وكاين عندنا الفلتر ديال الغازوال، كاربيرون سوا ايسونس سوا غازوال، سا ديبون الموتور شنو واش ايسونس ولا غازوال. الفلتر الا ما كناش تنبدلوه تنخليوه سورتو ديال الريح، الا تنخليوه حتى يتوسخ بزاف، كنديرو شي طريق فيها الغبره، يعني دائما كدوز من الطرقان اللي فيهم الغبره بزاف والفلتر تيعمر بالغبره، راه تيخنق الموتور، راه هذاك الهواء باش غادي يتفلتر ويدخل كيتبلوكا، ما كيقدرش يدخل الموتور. يعني الفلتر ينفوا ضرب به واحد الوقت الكيلومتراج، حسن مع كل فيدونج حسن تبدل الفلتر. شحال تقتصد 7 اورو ولا في اوروبا 70 درهم ولا 80 درهم، في المغرب ولا 50 درهم، ولا على حسب لا كاليتي على حسب الماركه. يعني حسن كل فيدونج تبدل الفلتر ديالك ديال الريح وانت هاني. الفلتر عاوتاني ديال المازوط ديال الغازوال ديال الكاربيرون، الا كنتي كدير شي مازوط عيان ولا كطيح في المازوط اللي فيه الماء بزاف ولا فيه الاوسخ بزاف، ولا كيتكول ماطا، اون فوا تكول ماطا وهادي تيعمر بلوصخ، راه تيخلي تا هو لا بيرت بويسونس. ندوزو دابا الاجزاء شويه المهمه. عندنا الديبيمتر، الديبيمتر هو هذا، الدور ديالو هو تيحسب شحال ديال المستوى ديال الهواء اللي كيدخل للمحرك، يعني الفوليوم دير اللي كيدخل للموتور، هو تيصيفط اشاره للكالكولاتور تيعلمها بالفوليوم ديال الريح اللي كيدخل، وهي كتعطي لوردر لي زانجيكتور ولا بومب دانجيكسيون باش انجيكتيو الغازوال في لي شومبر دو كومبيسيون. يعني هذا هو الدور ديالو. الديبيمتر باش نقدروا نحاولوا عليه حتى هو الفلتر نيت ديال الريح، لان هو كيكون هذا هو الفلتر ديال الريح. انا حيت انا واحد هذه الديوريتا اللي كتجيب الريح للفلتر باش تشوفوا مزيان. يعني الديبيمتر كيكون هو الريح فاش كيتفلتر فاش كيتصفى كيدوز من الديبيمتر باش كيتعبر المستوى ديالو وتيدوز وتيدخل الموتور ويمشي للتوربو ويمشي عاوتاني يدور باش يدخل من لادميسيون. يعني دائما باش حنا نيفيتيو هاد الديبيمتر هاد المشاكل ديالو، فاش كنبدلو الفلتر ديال الريح راه كنتهناو، يعني هادوك الوسخ اللي كيدوز ليه اللي كيسببوا ليه المشاكل، فاش كتبدل الفلتر راه هو كيبقى نقي. وكاين واحد الطريقه باش نقدروا نعرفوا واش المشكل ديال لابيرت بويسونس جايه من الديبيمتر، واخا انا تنقول الطريقه ماشي مضمونه في 100%، هو تنحيدوا هاد الفيش هذا الفيش، وهاد الطريقه كيتحيد، وتنمشيو بالطوموبيل ديالنا الا كانت دائما كتفشل وما فشلاتش راه المشكل من الديبيمتر، ولكن هاد الطريقه ماشي دائما كتصدق، يعني مره ما نقدرش انا نقول راه الطريقه مضمونه 100%، يعني تيبقى الامر الاكيد هو الدياغنوستيك، هو مول الدياغنوستيك فاش كيدير لك لافاليز هو اللي تيعطيك شنو المشكل. كاين عندنا التوربو هو هذا، يعني هو هذا الداخل،
يعني التوربو حتى هو فاش تيعيا تيخلي حتى هو لا بيرت بويسونس. باش نقدروا نعرفوا التوربو واش عيا ولا ما عياش، يعني تنحيدوا الدوريتا اللي كتجي من الفلتر ديال الريح وكتدخل ليه، تنحيدوا ديك الدوريتا. وعنده واحد جوج ديال لي توربين، كاينه واحده من جهه البو دي شابمون، كاينه الاخرى من جهه الدوريتا ديال الريح. هذيك لا توربين تنقلبوها بالصبع ديالنا، الا فيها الجو وكتزعزع بزاف راه توربو عيا، راه صافي لا دوري دو في ديالو راه سالات، يعني مده العيش ديالو راه صافي راه عيا، خصو يتبدل. باش نقدروا نحافظوا على التوربو ديالنا هو الزيت، لا كاليتي ديال الزيت. الا كان مثلا المصنع الكونستريكتور تيقول لك دير 5 دوبل في 30 لهذا الموتور، هذا دير 5 دوبل في 30، كان تيقول 540 دير 540، على حسب كل مصنع. وتكون غاليه ولا ما غالياش خصك دير هذاك الشيء تيقول المصنع باش تحافظ على التوربو ديالك، لان الزيت كتلعب دور مهم في الحياه ديال التوربو، في مدى ان اي بياسه من البياسات راه عندها واحد المده وكتعيا. غير وكان باش كتيفيتي تعيا دغيا ولا كنحاولوا حنا نديرو مثلا الزيت المزيانه ولا نبدلو الفلتر ولا هادي ولا هادي، باش كنزيدو ليها شويه في مده العيش ديالها باش تزيد طول. كاين عندنا لي دوريت ديال التوربو، مثلا هاد لي دوريت هادو اللي كيكونوا جايين من الفلتر ديال الريح وتيدخلوا للتوربو، الا شي وحده مشرقه ولا عندها شي فويت ولا ما مزيراش مزيان في الفم ديال التوربو مال سيري، راه كتخلي لا بيرت بويسونس، يعني الموتور تيفشل. كاين عندنا ما يسمى بالالكتروفان ديال التوربو. الالكتروفان ديال التوربو هو واحد الالكتروفان تيكون في جنب التوربو ولا على حسب كل موتور ولا فين تيكون الالكتروفان. الا مشى حتى عيا يعني حتى هو الكترونيك، الا مشى حتى خسر راه صافي راه حتى هو تيخلي لا بيرت بويسونس. كاين عندنا لافانوجير، لافانوجير هي هادي، هاد لابارتي هادي هي لافانوجير، شاده من هنا حتى لهنا، يعني هاد لابارتي هادي لافانوجير. لافانوجير شنو هي؟ هي واحد السيستيم اللي داروا لنا ديال الريسيكلاج ديال لي غاز ديشابمون، هذاك الغاز العادم اللي كيخرج من ديال لي شابمون تيعاودوا يدوروه ويدخل الموتور ويتعاود يتحرق عاوتاني مره اخرى. علاش هما داروا هذا السيستيم؟ باش على حسب التلوث البيئه، لا بوليسيون، يعني باش ينقصوا شويه من التلوث، يعني باش الناس اللي كيستعملوا السياره ديالهم غير داخل المدينه، يعني تيدوروا غير في وسط المدينه من الدار للخدمه ومن الخدمه للدار، يعني ما كيحركاش بزاف، راه تيوقع عليهم هذا المشكل هذا بزاف. لافانوجير يعني لافانوجير كتعمر بالكلامين، كيولي فيه هذاك التخت، داك الترسبات ديال هذا لي غاز ديشابمون تيوليو كتعمر بهم، وتما صافي كتبلوكا عندها واحد لا توربين اللي كتحل باش يدخل هذاك لي غاز ديشابمون، اون فوا كتبلوكا راه صافي كتخسر. وفيها حتى هي دو بارتي، كاين لا بارتي ميكانيك ولا بارتي الكترونيك. بارتي الكترونيك ديالها هي هادي، تقدر تخسر ليها حتى لا بارتي الكترونيك، راه كتخلي هذاك لا بيرت بويسونس. باش نيفيتيو المشكل ديال لافانوجير، هو مره يعني في الويكاند ولا مره في 15 يوم ولا تهز الطوموبيل ديالك، تسخن الموتور مزيان حتى يطلع لك ويدي السخونيه حتى 90، وتخرج خارج المدينه برا المدينه وتحاول تسرحها مزيان، يعني تاكسيليري شويه مثلا طروازيام تعطيها مزيان حتى يفوت داك ليكوي فوق 3000 حتى يقرب ل 4000، عاد تعطيها كاتريام ودوز عاوتاني من 4000 من في كاتريام عاوتاني حتى تطلع مزيان الريجيم ديال الموتور، عاد تعطيها 5 وتشد شويه طريق طويله واحد المده ديال ساعه ديال المكانه ولا وترجع بحالك، يعني بهكاك راه كتحرق شويه دوك الترسبات وما كيبقاوش يتجمعوا تما، تيبقاش هذا المشكل. كاين عندنا الكاتاليزور، اشنو هو الكاتاليزور؟ هو هذا الجزء هذا اللي كيشد التوربو، يعني من لي شابمون وتيمشي مع البود دي شابمون. شنو هو الكاتاليزور؟ الكاتاليزور كيتكون من جزء ديال الاجزاء، الغلاف ديالو مصنعينه من اينوكس ما كيتصداش، والداخل كاينه واحد الحجره واحد بحال شكل ديال الرخامه وهي مصنوعه من السيراميك. اشنو هو الدور ديالو؟ هو كيقلل من التلوث في الهواء. كيفاش كيدير؟ كتوقع فيه واحد العمليه كيميائيه، يعني تيحول الغازات ديال احادي اكسيد الكربون، مونوكسيد الكربون، لثنائي اكسيد الكربون، وتيرد عاوتاني داك السي او، كيحول بحال القطرات ديال الماء، يعني كتوقع فيه واحد العمليه كيميائيه.
يعني هما هاد السيستيم دايرينو على حساب التلوث ديال البيئه باش ينقصوا من دوك الغازات اللي كيلوثوا البيئه. هذا هو الدور ديال الكاتاليزور. من موراه تيجي الفاب. الكاتاليزور حتى هو اون فوا كيتخنق راه تيخلي حتى هو لا بيرت بويسونس. من موراه نيت من مور الكاتاليزور كيلصق فيه الفاب. اشنو هو الفاب؟ هو عباره من الداخل ديالو داير بحال الشبكه ديال عش النحل بحال داك الشكل. الدور ديالها حتى هو نقص هذوك لي غاز اللي كيدوزو من الكاتاليزور. هذوك اللي من بعد ديك العمليه الكيميائيه الا بقاو شي غاز لي غاز اللي كيدوزو اللي كيحاول حتى هو بداك داك السيستيم اللي داير ليه ديك الشبكه كيحاول يشد مزيان دوك لي بارتيكول فين دوك الجسيمات الدقيقه ديال 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 الدخان اللي كدوز. وتينقص من لوكسيد دازوت ومن المونوكسيد كربون. يعني تيحاول ما امكن هذوك الغازات الضاره ما يخرجوش ما يدوزوش للبيئه. يعني اقل يدوز اقل ضرر من هاد لي غاز. يعني هاد الكاتاليزور والفاب مع المده كيتخنق سورتو كما قلت. يعني عندك دابا الكاتاليزور والفاب ولافانوجير هو واحد السيستيم دايرينو ضد التلوث، ولكن على حسب الاستعمال ديال السائق. الا كنتي الطوموبيل كتخليها غير في وسط المدينه ما كتخرجش مره راه كتعاني بزاف من هاد المشاكل. يعني ديال لافانوجير كتخنق، الكاتاليزور والفاب تيتخنقوا تيعمروا بداك الدخان، الدخان كحل صافي ما وما يعني لي غاز ديال شابون ما تيدوزوش مزيان يمشيو يخرجوا على برا. وكيتخنق الموتور. فاش كيتخنق الموتور كتجي لا بيرت بويسونس، الموتور تيفقد القوه ديالو ديال المحرك. حتى الكاتاليزور والفاب نفس الديكور. يعني مره في الويكاند ولا في 15 يوم ولا وقت ما كان عندك الوقت هز الطوموبيل ديالك عمرها بالمازوت وشد شويه الطريق طويله وسرح شويه الموتور. هذا هو الحل الوحيد. هادشي غير كما كنقولوا الوقايه خير من العلاج. اما الا مشيتي تطحتي في المشكل راه تما ما بقاش خدام داكشي. يعني خصك تحل هاد الكاتاليزور والفاب وتنيطوايا ولا المهم كاين عاوتاني طرق اخرى عند ميكانيسيان هو اللي كيقدر يحل هاد المشكل. كاين عندنا البواتي بابيون. البواتي بابيون هي هادي، هاد القطعه هي تحت من لافانوجير. هاد القطعه هادي هي عندها واحد هي البواتي بابيون، نقدروا نقولوا بالعربيه علبه الفراشه. هي عندها واحد البابيون واحد بحال كلابيه بحال، هي كتحل وتسد على حسب الكميه ديال الهواء اللي غادي يدخل الموتور. يا كيديروها في ديزل وسورتو في ليسانس، الموتور ايسونس هي كتكون بزاف. الا تبلوك هذاك ديك البابيون اللي كتحل وتسد كتخلي حتى هي لا بيرت بويسونس. وكاين عندنا عاوتاني لي كابتور. لي كابتور كاين عندنا الكابتور ديال بي ام اش ديال بومور هو اللي تيعبر لنا البيستون في وسط الموتور فين 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 واش في البومور هو ولاش من بوزيسيون عنده. الا مشى هذا الكابتور حتى هو تخسر، لان اي بياس راه عندها لا ديوري دو في ديالها. اون فوا تي سميتو كتسالي ليه لا ديوري دو في ديالو راه تيعيا راه سي نورمال خصو يتبدل. كاين الكابتور ديال بي ام اش، كاين الكابتور ديال بريسيون دير. كابتور بريسيون دير انا كاين عندي هنا، هاتي نشوف البلاصه ديالو كنت ديجا بدلتو. هو هذا، هو هذا الكابتور، هو هذا نحيد هذا الدوريته باش يبان لكم. يعني هذا الكابتور كيعبر حتى هو مركب في التيو ديال اللي كيجيب الريح كيدخلوا الموتور، حتى هو تيعبر حتى هو شحال ديال الريح تيدوز تما وتيصيفط حتى هو المعلومات للكالكيوليتور. يعني وفي الموتور عندنا بزاف ديال لي كابتور، كاين هذا ديال بي ماش، كاين هذا ديال لا بريسيون دير، كاين بزاف ديال لي كابتور. جينا نحسبوا راه تقريبا كاين شي 5 ديال لي كابتور ولا كل واحد والدور ديالو. هاد لي كابتور حتى هما ينفوا يعياو تيخليو حتى هما لا بيرت بويسونس، يعني حتى الموتور تيفشل. وعندنا عاوتاني الكالكيولاتور. الكالكيولاتور الكترونيك هي هادي، نتي نحيد هذا كنت حليته باش تشوفوا الفلتر ديال الريح. هادي هي الكالكيولاتور الكترونيك، ينفوا حتى هي تيوقع فيها شي مشكل ولا حتى هي كتخلي هاد لا بيرت بويسونس. الطريقه باش نقدروا نعرفوا شكون في هادشي اللي خاسر ولا هو الدياغنوستيك، هو لا فاليز. كنمشيو عند مول دياغنوستيك تيدير لا فاليز، هو اللي تيحدد اشنو 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 في هاد الاجزاء هادو اللي طرقنا ليهم شكون فيهم اللي فيه المشكل. وبهذه الطريقه هادي غادي نعرفوا مناش المشكل ديالنا ديال الموتور اللي كيفشل. كنتمنى هاد الفيديو هذا يفيدكم وتستافدوا شويه وتعرفوا بعدا شويه ديال هاد المسائل هذه اللي كتخلي هاد فقدان القوه والجهد ديال المحرك.
وتحاولوا تيفيتيو شويه بحال الشكل ديال الفلترات، ولا نبدلوهم الاحسن هذا نبدلوهم، يعني ماشي شي حاجه اللي غاليه بزاف ولا باش تحافظ، ان كتحاول تقتصد ما هو رخص، ولكن من بعد فاش الموتور كتخسر فيه شي حاجه اللي هي كبيره راه كتولي كتخسر فلوس كبيره. وكنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، وان شاء الله تابوناو معنا باش كل خطره يوصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله.